السادة الأعضاء، لي توضيح هام، توضيح مهم بالنسبة لمشروع القانون المعروض اليوم. هذا المشروع خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 131 لسنة 2019 بجلسة 6 أبريل 2019، الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 فيما تضمنته من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القُصّر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية دون حالة اكتساب الأم الجنسية الأجنبية لها. كان الأمر قبل ذلك المساواة بين الأب والأم أصحاب الجنسية الأصلية، لكن كانت هناك تفرقة بالنسبة للجنسية المكتسبة، كان يقتصر الحق بالنسبة للأولاد على الأب فقط. فقضت المحكمة الدستورية العليا بهذا الحكم إعمالاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وذلك كله التزاماً بأحكام المادتين 6 و11 من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها، كما تستهدف هذه التعديلات كذلك إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس. وأؤكد على أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة. هذه نقطة مهمة، تتمتع الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه، وذلك تحت رقابة من القضاء. ولم يخرج القانون القائم أو تعديلاته المعروضة على حضراتكم اليوم عن هذه الفلسفة، فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كله تحت رقابة من القضاء المصري. هذا التوضيح مهم جدا، لأن مسألة الجنسية من المسائل التي تمس مبدأ سيادة الدولة، فكل دولة لها سلطة تقديرية في تقدير أمورها الأمنية والسياسية والاقتصادية والآثار الاجتماعية المختلفة، فالأمر كله محكوم طبقا للسيادة، سيادة كل دولة في منح جنسيتها. وهذا هو الأمر السائد في جميع دول العالم وليس في مصر فقط.